الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات بدانة الدنيا دبي. في المرموم كل التحديات والانطلاقات، انطلق في هذه اللحظات مع انطلاقة عاشر أشواطنا الذي خصص للذلل المهجنات الأصايل، شعارات أبناء القبائل الحاضرة في انطلاقات صباح هذا اليوم. مزون على المركز الأول، علي بن سالم بن حمد الكتبي بن سليم ينطلق على المركز الأول مع مزون على الصدارة، والمقدمة المركز الثاني. تداول القادمة تداول في هذه اللحظات بشعار حمد بن ضبيب بن سليمان الشامسي القادم في هذه اللحظة يقدم التداول وانطلاق تداول على المركز الثاني. النقلة إلى المركز الثالث مهمة، رياض بن ثامر السعدون شعاري مرضي القادم على المركز الثالث. المركز الرابع سحابة الواصلة حمد بن سالم بن سليم الكتبي القادم على المركز الرابع مع سحابة. المركز الخامس الوصول من شقرة مسري بن سالم بالعرطيات على المركز الخامس وسادس. المراكز عوايد محمد بن سعيد بن حريك المنهالي بدأ يتحرك في هذه اللحظات بن حريك ويقدم عوايد على المركز السادس. المركز السابع الوصول من وعد سعيد بن حمد بن محمد بن يروان النيادي القادم مع وعد على المركز السابع. ثامن المراكز شعار المفاجآت مع لعبيه الواصلة في هذه اللحظات، سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري القادم على المركز الثامن. والمركز التاسع نتابع الأسماء الواصلة والمنطلقة في هذه اللحظات. مركزنا التاسع يحمل انطلاقات وتحديات الذلل القادمة على أرضية ميدان المرموم. الكوارث الواصلة الشرقية بن حمودة بن زمن الحرشوشي القادم مع الكوارث. المركز العاشر القادمة والمنطلقة جمانة القادمة مانع بن صقر بن فلاك الكتبي القادم مع جمانة على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى في دائرة الإعلام والنداء. نتابع نراقب الأسماء القادمة في الكادر السفلي على قنوات دبي ريسنج الحاضرة على أرضية هذا الميدان. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط. المركز الأول يحمل انطلاقات شعار بن سليم على المركز الأول. بن سليم يقود كل الأسماء على ظهر مزون. علي بن سالم بن حمد بن سليم الكتبي يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني القادمة مهمة، رياض بن ثامر السعدون قادمين ضيوفنا الكرام على أرضية ميدان المرموم في دانة الدنيا دبي في دار آل مكتوم الكرام. نتابع المركز الثالث، تداول القادمة تداول الواصلة في هذه اللحظات مع الزميل حمد بن ضبيب بن سليمان الشامسي يتقدم مع تداول، ينطلق مع تداول الهجن، يقدم تداول مع الثلاثة كيلومترات. انتصفت الستة كيلومترات والخبير ياتي، الخبير ياتي في هذه اللحظات. يقدم شقرة مسري بن سالم بالعرض الحميني الواصل مع شقرة
المركز الخامس، المركز الخامس سحاب لحمد بن سالم بن سليم الكتبي، والمركز السادس عند بن يروان راعي وعد سعيد بن حمد بن محمد بن يروان النيادي القادم على المركز السادس. سابع المراكز عوايد عوايد محمد بن سعيد بن حريك المنهالي القادم مع عوايد، ويذكرنا بعوايد. نتابع المركز الثامن وصل شعار المفاجات مع لعبي سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري القادم مع لعبي على المركز الثامن. تاسع المراكز الكوارث الشرقي بن حمودة بالزفنة الحرسوسي القادم مع الكوارث، والمركز العاشر، المركز العاشر نتابع نراقب شعار مرغم الواصل في هذه اللحظات والقادم مع هذه التحديات. أبابيل القادمة أبابيل، أول نداء للشعار الواثق مع أبابيل حمد بن راشد بن حمد بن غدير. هكذا هي النتيجة، غادرنا المنعطف الأخير، بدأنا في هذه اللحظات نتجه إلى المقصورة الرئيسية، إلى خط النهاية، إلى ناموس هذا الشوط. مزون مزون خط خطفت كل العيون حتى هذه اللحظات لعلي بن سالم بن حمد بن سليم الكتبي. راعي مشوش، راعي مشوش على المركز الاول، راعي مرضي قادم رياض بن ثامر السعدون، وشعار المفاجات مع لعبي سعادة صالح بن محمد بن نصرة، وشعاري هصمصم قادم مع تداول، مع التداول حمد بن ضبيب بن سليمان الشامسية قادم مع تداول، والكوارث وصلت، الكوارث وصلت للشرقي بن حمودة بالزفنة الحرسوس. يا سلام يا سلام على هذه المعركة، على هذه الخماسية، الخماسية في الصدارة. وأبابيل، وأبابيل قادم، أبابيل حمد بن راشد بن حمد بن غدير وبن يروان النيادي وبن حريك وبن حمودة، وصل بن حمودة راعي بغداد محمد بن غانم بن علي بن حمودة، وصل في هذه اللحظات. الكيل الأخير، طارت الذلل، المهجنات الأصايل طارت على أرضية هذا الميدان، تقدم كل جديد مع الأصايل، مع الأصايل. الكوارث راحت بالصدارة، غيرت بالمقدمة، الشرقي بن حمودة بالزفنة الحرسوسي على المركز الأول. لكن حذاري من لعبية، حذاري من لعبية رجل المفاجات أبابيل، أبابيل، أبابيل واصلة. حمد بن راشد بن حمد بن غدير قادم مع أبابيل، شموخ واصلة أحمد بن سالم بن منانة، والقادمة بغداد محمد بن غانم بن حمودة، وصل في هذه اللحظات. جبارة، جبارة القادمة بجبروت هذا الشعار، سالم بن نايع بن سالم بالشاوي، بالشاوي وصل. واللحظات الأخيرة الكوارث، وأبابيل، أبابيل مرغم، أبابيل قادمة. اللحظات الأخيرة بغداد بن حمودة، بغداد بن حمودة بن منانة المتحدي الصغير، المتحدي قادم مع الشموخ. ولكن الكوارث الشرقي بن حمودة بالزفنة شرق مع هذا الانطلاق، راح بالصدارة بن منانة بن حمودة والحرسوسية. اللحظات الأخيرة المعركة ثلاثية، ولكن الكوارث، 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 شموخ، شموخ. سلام زعبيل ومرغم، سلام، تهانينا والناموس للمتحدي المركز الثاني بغداد بن حمودة، المركز الثالث الكوارث مع الحرسوسي، والمركز
الرابع جبار سالم بن نايع بن سالم بالشاوي الغفلي وأبابيل. على المركز الخامس لأحمد بن راشد بن حمد بن غدير. هكذا هي النتيجة. النقطة الثالثة إلى مرغم وزعبيل بطريقة وأسلوب شعار المتحدي سالم بن منانة. تهانينا والناموس لأحمد بن سالم بن منانة المتحدي الصغير مع هذه الانطلاقات. 9:31.4 من الثانية هو التوقيت. المركز الثاني بغداد. بغداد لمحمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري احتلت المركز الثاني. توقيت الزمن 9:31.4 من الثانية. المركز الثالث الكوار الثيل الشرقي بن حمود بن زهنة الحرسوسي. توقيت الزمني 9:00. المركز الثالث 31.5 من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.